لماذا سميت صلاة العصر بهذا الاسم؟ سميت صلاة العصر باسم وقتها، واشتهر بين العرب قول فلانا يأتي صاحبه بالعصرين، أي طرفي النهار. العصرين هم الغداة والعشي، والعصر هو وقت العشي، ويطلق لفظ العصرين على الليل والنهار، ويعرف دخول وقت العصر عند العرب عندما يصبح ظل كل شيء مثله. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل: حافظ على العصرين، فما كان من الرجل إلا أن سأل عن مفهوم العصرين، فأجابه أنها الصلاة التي تكون قبل طلوع الشمس، والصلاة التي تكون قبل غروبها. ونقل ابن فارس في مقاييس اللغة أنها سميت بالعصر لأنها تعصر، بمعنى أنها تؤخر عن صلاة الظهر. ونقل صاحب تحفة المحتاج أنها سميت بالعصر لمعاصرتها الغروب، ويظل يطلق على الوقت عصرا ما لم تغرب الشمس.